ان انا مش فاضي. نطلع؟ اقراها. عملت مع غادة عبد الرازق واحد من أنجح مسلسلاتها، وهو مع سبق الإصرار. تفتكر ليه مسلسلات غادة السنين الأخيرة ما بقتش تحقق نفس النجاح القديم؟ ليه؟ غادة طبعاً يعني أنا شهادتي فيها مجروحة. غادة نجمة كبيرة وممثلة على قدر عالي جداً 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 من الرقي في الأداء ومن الصدق في الأداء. من كويس؟ أهم الممثلات الستات في آخر 10 سنين. دلوقتي غدا يعني نجمة مهمة جدا جدا، مش هنقدر نختلف في ده. خلاص، وقت سبق الإصرار ما تفهميش التركيبة كلها كانت حلوة جدا، من رامي دراج بقى كمهندس ديكور، وائل درويش كمدير تصوير، محمد سامي، غادة، عم أحمد راتب رحمة الله عليه، أحمد مالك، التركيب كلنا كده كنا مع بعض. فريق ياخد كاس عالم بصراحة. لا, لا 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 لا، مسلسل ده عجيب. صح. فتحس إن هو المسلسل ده يعني يمكن حتى حكاية حياة بعدها نجح، بس مش بنجاح مش مع سبق الإصرار. صح. نجح بس مش بنقبي كده. فبعدها حصل بقى الخلافات وخلافه. مش عارف هل مثلا هو بعد كده مثلا ربنا ما وفقهاش في ورق كويس او حاجه، لكن ده مش هيقلل من قدرها اكيد طبعا خالص. بس انا عايزاك توجه لها رساله بلغه المحب. طبعا. لا انا غدا حبيبتي طبعا، غدا انا بحبك قوي، وكل سنه طيبه ومبروك على تلت الثلاثه. يا رب حلو قوي مجتمع. طبعا اسم تحفه. يا رب نجتمع مع بعض قريب ان شاء الله ونعمل مسلسل يكسر الدنيا ويكون للشرف. اللفه اللي بعدها. شفت يا سلام. اللفه اللي بعدها. طب قبل ما تلف تفتكر هتجيب ايه؟ الايه؟ هتفتكر هتجيب ايه؟ مدفع برضه. مدفع؟ يس. انا بقول المره دي لا مش مدفع. طب تراهني؟ ما انت كل مره تقول لي مدفع. لو انا جبت مدفع انت تساليني، لو انا جبت مش مدفع انا اللي هسالك. موافقه جدا. يلا بينا. يا رب تبقى حاجة جديدة بقى في البرنامج. يا رب ما ادفع بقى عشان اهرب. اجهزي بقى. على فكرة انت قلت ان انت هتجيب مدفع وانا قلت لك لا مش هتجيب مدفع. ما فيش مدفع اهو. طب ما مش مدفع يعني. ما مش مدفع يعني. انا اللي قلت صح؟ ايه بجد والله؟ والله. مش مشكلة. رقم 10. اوكي. عمرك رفضت دور ولما شفته اتعرض ونجح ندمت؟ لا خالص؟ خالص، لكن شفت أدوار كان نفسي أعملها. زي إيه؟ زي مثلاً دور شريف منير في ولاد العم. ده أنت منشي. هتهولي الدور ده. شريف عمله حلو قوي. قوي 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 بصراحة يعني. عارفة إزاي؟ جبار. خالد الصاوي مثلاً في الملوش كبير. الله. احنا بنعمل السنه دي مسلسل ضرب نار طبعا. تحفة. وانا بلعب شخصيه اساسيه فيه الحمد لله. الشخصيات دي ما تيجي يعني شخصيه شريف منير مثلا في ولاد العم. لا شريف لا يعني منير يا جماعه يعني ده دور 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 جنن. كل مره كل برنامج والله ما حد سالني اقول لهم هو الدور ده اخر لفه. يلا بينا. طب استنى. ها مدفع ولا مش مدفع؟ طيب عشان بس احدد كلامنا عشان انت مش عارفه. حاسه ضحكتي عليا. ده حقيقي. انت فعلا ضحكتي عليا. لو جت احمر. ايوه. مين اللي هيسال؟ انت شايف ايه؟ هتيجي احمر ولا ابيض؟ لو جت احمر انا اللي هسال. انت تايه على فكره يا مان. لو جت احمر انا اللي هسال. اوكي لو جت احمر انت اللي هتسالني. ولو جت ابيض انت كده كده بتسالي. بالظبط. ماشي. يعني لو جت ابيض انا اللي هسال واحمر انت اللي هتسال. انا اللي هسال. يلا بس خلاص خليكم فاكرين معايا رجاله. والله انا مسقطين. اتفضلي يا حبيبي. ما عايزه اقول لك ان ده مدفع اتكرر مرتين. في حد واقف ورا ولا ايه؟ ابدا. لا ما هو ده مدفع. لان ده اتكرر مرتين يعني مدفع. هعمل معاك ديل، هسالك سؤال وانت اسالني سؤال. يلا بينا. اسال انت الاول. اسال الاول؟ ما بلاش انا. لا اسال. لا لا انا متنازل عن سؤالي. طب قد السؤال بقى اللي جاي؟ ان شاء الله. فرق السن بين الراجل والست بيعمل مشاكل فعلا؟ لو مفيش تفاهم يعني، لو هو ما كانش مدرك ده ممكن يحصل مشاكل 100%. لو مش مدرك ده من الاول
هيجي في لحظه يحس ان هو كان غلط. ايه السن او افضل فرق سن بين الراجل والست من وجهه نظرك؟ لا ما فيهاش حدود. ملهاش حدود. ملهاش حدود، تمام؟ لو انت عايزه تساليني عن تجربتي انا او علاقتي بمراتي، خلاص كده؟ الاهل نفسهم قالوا لها طب بس ده في فرق سن، قالت لهم انا موافقه. طب ده مخلف، انا موافقه. في هي مش موضوع ان هي حبت ماجد او مصممه على ماجد او حاجه او كده، هي حبت عقليه ماجد. في لا عايز اقولها لك ازاي، احنا مكتوبين لبعض يا رب العمر كله، فهماني؟ يعني اختصار للرغي عشان ما نرغيش كتير، هو ربنا رايد عشان الاستاذ ادم يشرف والانسه دليده تشرف، فما فيهاش بقى فرق سن وما فيهاش مش عارف. ربنا يخليكم لبعض يا رب. اقدار ربنا سبحانه وتعالى، خلاص هي دي ما يعني ما فيهاش. بالكلام الجميل ده هختم اول فقره معانا، وبعد الفاصل ممكن اخد الساعه دي عشان ترحمي الناس منها. لا اصلا عايز اغير الساعه بتاعتها وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. اتفضل اتفضل يا فندم.